شنو انت؟ قول بابا طيب يابا امي شنو انت؟ امي تعال يا ابوي على ابوك ها؟ لا خلي ابوي يعني هو حتموت روح انت قربي بابا امي يا ابوي الا شنو انت؟ امي بابا امي بابا شفت امي 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 ها؟ انت شنو انت؟ امي ها؟ حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامج صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة من حلقات برنامج صوتكم. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا على أرقام البرنامج اللي راح تظهر أسفل الشاشة. من داخل العراق تقدرون تشاركونا على واحد من ذني الأرقام الاثنين بأي لحظة من لحظات البرنامج. عندكم من خارج العراق رقمين آخرين، ذني رقمين تقدرون تتصلون بنا من خارج العراق، فعندكم ذني الأربع أرقام للاتصال، ذني اثنين وعندكم اثنين من الداخل. أما هذا الرقم اللي راح يطلع هنا هذا رقم الواتساب، رقم الواتساب مخصص فقط للرسائل. من الدقلي على الواتساب ما راح يبين يمي، ما راح يدق عندي، ما راح يظهر عندي إلا بعد ما تخلص المكالمة مالتك ويطلع عندي إشعار أنه أنت دقيت علي. فاللي يدق علي لا يزعل مني، ما أقدر أفتح اتصال وياه. هذا الرقم ما مخصص للاتصالات أو الرسائل الصوتية فقط. إذا ما قدر تتصل بينا على أرقامنا الثانية تقدر تكتب لنا رسالة على هذا الرقم، أتمنى تكون الرسالة متبوعة باسمك ومكانك حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة اليوم. الفيديو اللي شفتوه هذا فيديو طش بوسائل التواصل الاجتماعي لمواطن أو لطفل عراقي اسمه محمد من البصرة. المشكلة أنه احنا ما قدرنا نظهر لكم الفيديو بما هو عليه. الولد مدمه، الوجه مليان دم وشاده بزنجيل، واللي دا يسوي هذا التصرف هو الأب. المشكلة أنه حتى لو طلع مصطفى الكاظمي أو كائن من يكون هاي حالة، بس اليوم العنف الأسري بالعراق طش بشكل مو طبيعي. الحالة اللي شفتوها اليوم هاي وحدة، شنو من قلب الأب يزنجل ابنه ويشد ابنه بزنجيل ويضربه لدرجة أنه يدميه؟ قلبك ما رق على هالابن، صوته ما خلاك يهز بقلبك شوية مشاعر حنية أب؟ كل اللي شاف الفيديو تفاعل ويا هذا الفيديو إلا الأب ما تفاعل. الأب مصر يغلط والولد وصل به الحال أنه يقول لعوفني أموت. يا ترى سبب الحال اللي وصل به العراق؟ قلت لكم هاي حالة، العنف الأسري هواية. طفلة عمرها 8 سنين تنشمر من 3 طوابق وتموت، واحدة تشمر جهالها من الجسر ويموتون، واحد يذب ابنه بالشارع ويقولهم ما ريده، واحد يلزم ابنه ويقصب وتكون علامات التعذيب عليه ظاهرة. يا ترى ليش صار بالعراق هذا الشيء؟ أبو عدي من الطارمية حياك الله. أبو عدي انقطع الاتصال ويا أبو عدي. زين أنا اليوم يعني أكو وسم تصدر على تويتر أنه أنقذ الطفل محمد، هو أكثر وسم اليوم تداول على منصة تويتر، وأغلب اللي علقوا على هذا الوسم أنه هم أكو أسى وأكو حزن وأكو يطالب السلطات لإنقاذ وحماية الفتى وإنزال أقصى العقوبات بحق الوالد. زين هذا فيديو شفناه، طبعا ما أعرف ليش أكو توثيق كان لعملية تعذيب طفل. أبو عدي من الطارمية رجع لنا، حياك الله يا أبو عدي. هلا يا حبيب، حياك الله أخوي. دوم الله يسلمك ويسلمك، تفضل أخوي.
أبو عدي إذا ممكن تنصي لي صوت التلفزيون وتسمعني من التليفون حتى تكون المكالمة أوضح. بالنسبة لنا إحنا مدنيين متقاعدين مال الثمانينات قدام السين. نعم. نعم. إحنا متقاعدين الثمانينات مال قدام السين. نعم. عندنا فروقات، عندنا فروقات وما جاي يشدونا إياها ويا المتقاعدين الحاليين جاي الفروقات، نروح للمصرف يقول يابا انتم من 2014 انتم ما مشمولين، بس من 2014 ولي جاي ليش مشمولين؟ احنا مو من النعمة بلكت يعني انتم تحشون بها يعني تقولنا يا رئيس الوزراء ليش احنا مو من الشعب؟ احنا ليش احنا طحينا بالمجهود الحربي والجيش الشعبي ليش؟ ليش؟ ايه نعم وهاي واحنا تدري انت احنا المتقاعدين ضعفاء بالنسبه للمتقاعدين هم اي شيء ان كان من ذاك الوقت لهذا الوقت. ايه يحتاجون اياهم بركه الله يهديهم. ايه نعم نعم وصلت وصلت رسالتك ان شاء الله ابو عدي. اتمنى انه المسؤولين يجيبوك ويجيبون الاخوان المتقاعدين. قضيه الفروقات في راتب التقاعد اكو هوايه ناس تشتغل عليها مو بس انت وجماعتك اخوي ابو عدي. ان شاء الله المسؤولين يعني يجابوك على هذا الشيء. ابو حسين من الموصل حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلونك يا اخي؟ شلون صحتك؟ حياك الله اخوي. هذا الطفل، هذا الطفل انا قاعد احكي على هذا الطفل. نعم. اللي رابط اللي رابط ابنه بالسلاسه قاعد يقتل بيه يضرب بيه. نعم. هذا لو عنده قلب او لو هو اب لو لاب يعني عنده قلب اب ويوجع قلبه عليه ما كان سوى به هيك. هذا مجرم هذا. نعم. اي مجرم هذا مو ابو هذا مو ابو ولا ابنه هذا الطفل. نعم. هذا ما عنده انسانيه ولا عنده غيره على 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 اطفاله على اهله على ابو حسين. السؤال الاهم اللي ينطرح بهذا الوقت يعني العنف الاسري اليوم بالعراق بكثره، زوج يضرب زوجته، زوجه تضرب زوجها، ام تضرب اطفالها، اب يضرب اطفاله، ام تقتل اطفالها، اب يقتل طفله او يقتل ابنه او يعذب ابنه او يعذب بنته. يعني هاي الحالات ليش دا تتكرر اليوم بالعراق وشنو سبب تزايده؟ لانه ما كان الشعب العراقي يعرفها. وياي ابو حسين؟ ما اسمعك. اي وياك ثاني. نعم. اي هذا تتكرر من كثرة البطالة وهذا الشغلات البطالة يجي الرجل على البيت ما عنده كل شيء شاف الجوع شغل ماكو وبطال وعطال وتبرع يفرغ قهره وهذا بعيلته عاد يريد يخلص منها. هذا اللي يطلق وهذا اللي يقتل طفاله، هذا اللي يقول لطفله ليش ما تروح تقدي بالشارع يقتل بيه. نعم نعم نعم. شكرا شكرا لك ابو حسين. مجيد من الفلوجه حياك الله يا مجيد. شلون صحه؟ حياك الله اخوي. شلونك اخوي؟ شلون صحتك؟ نحمد الله على كل شيء. والله احنا من الفلوجه. نعم. اللي كانت قبل هسه قبل مو هسه وهسه وبعد. نعم. يعني الجيش اللي خادم 37 سنه بالشرطه طول الجيش، الجيش اكو فرق احنا بين الجيش وبين الشرطه الفرق؟ اسالك بالله اكو شيء؟ اكو يعني فرق من اي ناحيه يا اخوي العزيز؟ احلى الفروقات يعني قال بنعطيكم الفروقات. اي احلى الفروقات. ها؟ ولحد الان ما اعطانا الفروقات. نعم. ما اعطانا الفروقات. ولحد الان موجوده الفروقات عندهم وضامنا. واحنا الناس رافدين اخوتنا ولدنا لناستكم. نعم. الو. الو اخوتنا لناستكم. وياك احنا وياك.
لج والله العظيم 37 في الدفاع بالشرطة عسكرية نفس الجيش. نعم. يعني الجيش يطهم يجذبون حدينا. لكم انتم رافدين وانتم قوتنا واحنا مثل وجه طرفنا. ولا دمروا لك اقسم بالله. نعم نعم نعم. والله استاذ احنا نريد من بروتكم احنا تعينونا شويه. موجودين وتحكمون بالعدل وتدعون بحق والفلوجه كلها تحب الرافدين. نعم نعم احنا وياكم اخ مجيد ومواضيع التقاعد والمعتقلين والنازحين في تكرار دائم في خصوصا برنامج صوتكم. ان شاء الله يسمعوك ويجيبوك يا ربي حول ما تطلبه انت ويسمعك واحد من السياسيين ومثل ما نخيته يوقف في هاي النخوه. شكرا شكرا لك اخ مجيد. بسمه من بغداد حياك الله يا بسمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شلونك شلون صحتك يا ابا؟ نحمد الله على كل شيء. وعليكم السلام. تفضلي تفضلي اختي. انا بس اريد اعرف ام الابن وين موجود؟ نعم. هذا اللي مزنجله ابوه. أمه وين؟ نعم. اي وهذا يعني اللي سواه هذا ترى مو يعني مو انسان زين، هذا يعني عليه اعدام. نعم. هذا اللي اريد اعرفه يعني، بس الوالده وين ما يعني امه؟ نعم. وليش التعذيب هذا؟ اكو غير اسلوب يسوي وياه، بس اريد اعرف الطفل عايش بعده؟ نعم. نعم شكرا شكرا لك اخت بسمه. اخت بسمه تتساءل عن والده الطفل محمد اللي ظهر ببدايه البرنامج وتقول الام وين لما الاب زنجل هذا الابن ولما الاب ضرب هذا الابن بهاي الصوره الوحشيه، امه وين موجوده وين كانت موجوده؟ ام وسام من الطارميه حياك الله ام وسام. السلام عليكم شلونك يام؟ عليكم السلام والرحمه والاكرام، هلا بيك يما. اقول لك خاله هذا من يقتل ابنه يقول من القهر يجي ما يجي شغل ويقتل ابنه. نعم. قاتل احسن ما يقتل هذا الطفل الصغيروني. من شاء الله اذا كسر اكونه. انا قبل كم يوم شفته من يوم الخميس على قناه الفلوجه. نعم. على قناه الفلوجه شفناه يعني صدق كتله قتل. حتى اليهودي ما يسوى بابنه هيك. حتى اليهودي ما يسوى بابنه هيك. ينزلونها وقعت نقره يتخافون عليها اليهود. واحد يقتلون بيهم يردون الطفل يطلع مو حرام، يردون الطفل يطلع يعني من الله لا ينطي على هالاسلوب بده يسوي الطفل هذا ما بابنه. ام وسام نعم هو يعني هو الفيديو قديم، لكن اللي صار شنو؟ انه على اساس مصطفى الكاظم يوجه بسرعه التحقيق في هذه القضيه وعلى اساس القبض على الاب، لكن التساؤل اللي اطرحه بالحلقه ليش صار بالعراق هذا الشيء؟ العراقيين ما كانوا يعرفون هذا الشيء، ما كنا نسمع انه اب يعذب ابنه بهاي الصوره ولا يربط ابنه بزنجيل. صحيح. تعلموا هذا كل الاسلوب تعلموه من التعذيب يعني تعلموا كل شيء تعلموا. ما شفت يجيبون الواحد يقتلونه ومحارقينه يقتلونه وما ادري شو مسوي له. وايد جابوا لنا ولدنا. شهداء فهم محروقين حرق. عذبوهم بالتيزاب يقتلوهم ما ادري ايش يسووهم. ذا اشكال عذبوه. اخذوا هذا اللي براسهم حطوه براسهم بس مو الطفل لا حول ولا قوه. ذيك خير اقتل ذول اللي يعادونا هسه. ما تكتب قادر على جاهل ولا مو مال حد جمال ما عنده. كل يوم والحمد لله والشكر بالعكس اشوف جاهل ما عنده انه بقهر عليه. اروح ادبر على مدى اعطيه واكله. بس ما اكتله واذيه. ما اكتله واذيه. ابني شنو هذه حفيدي يعني ما عندنا هيك الحمد لله والشكر. من ذول بس اعطيه حقي.
ناقصين عقل دولي هاي. لا أنا من أمه أطلع هذا تطر طر والله العظيم إلا أفلش كراسة شوف وياي وياي لأن ده كثير بابني يعني أمه صحيح وين موجودة يعني أنا متعجبة على هيك أم شنو هاي الأم نعم وبقت هم وربهم ينجازوا وعاية تستخدم نعم شكرا شكرا لك وسام. ساره من الموصل حياك الله يا ساره. ساره سالم من الموصل عفوا حياك الله يا سالم. الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه اخويا. شلونك اخي؟ نحمد الله على كل شيء. اخي انا عندي مفقود. اسمعك استاذي تسمعني؟ اسمعك كلش زين. عندك مخطوف؟ اي سالم تسمعني؟ انقطع الاتصال يا الاخ سالم. اتوقع انه عنده مخطوف يريد يسال عن مكانه وين او يريد معلومات عنه. الناشطين والحقوقيين ومستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي اليوم والبارحة لما بدأوا يتفاعلون ويا قضية الطفل محمد وقضية العنف الأسري مو جديدة بالعراق، لكن هم يقولون أكو مادة بالقانون العراقي، أكو مادة بالقانون العراقي أو قانون العقوبات العراقي هي المادة 41، أنه هاي المادة راح تسمح لهذا الأب أنه يفلت من العقاب لأنه يعتبر قانون استعمالا لحق تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين للأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعا أو مدنيا لكن أو قانونا. لكن هل اللي شفناه بالصورة هو مقرر شرعا أو قانونا؟ هل يعتمدون الناشطين أنه هذا راح يفسر من قبل القضاء بصورة أخرى؟ القضية وما بيها إحنا اليوم أكو عنف أسري دا يصير بالعراق، دا نشوف حالات دا تتكرر، حالات مع أولاد وبنات، حالات مع أزواج وزوجات. ليش اليوم بال2021 العالم دا يتطور وإحنا بعدنا دا نرجع لورا؟ أبو فيصل من الأنبار حياك الله. عفوا أبو فيصل من الموصل. ألو 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 تسمعني؟ أسمعك أخوي. أستاذي وياك منير من كركوك جاوبتني وهذا الكلام التعبير يعني التعليق ماله كان سمعته تسمح لي أجاوب؟ قول أخوي. هذا اللي دا يصير بالبلد وبالمجتمع العراقي مجتمعنا الكريم هذا كل إفرازات هاي العملية السياسية الفاشلة والتجهيل اللي مر بمجتمعنا يعني مثل ما باللغة العامية قلنا إنه إحنا بدينا نرجع لي وراء العالم بال2021 يتطور إحنا نرجع لي وراء. أب يعذب ابنه، أم تعذب ابنها، أم تشمر جهالها بالنهار من جسر. هذا كله إنه طريقة الحكم بالعراق طريقة غير صحيحة. نعم. طريقة إنه مؤسسات الدولة لازم تبني ومن ضمنها اللي الجهاز اللي استحدثوه جديد بعد 2003 الشرطة المجتمعية واللي ما لها أي دور طبعاً أي دور ما لها أي دور إصلاحي ما لها. مؤسسات الدولة هي تخلق وعي عند الشعب. لعد هو الشعب شنو؟ الحكومة الحكومة مثل الأب. الأب هو والأم يربون أبنائهم يربون بناتهم يعلموهم يطورون حياتهم. إذا هي الحكومة ملتهية يعني بالمحاصصة وبيع المناصب وهاي الانتخابات المبكرة اللي راح تجينا اللي راح تكون أسوأ انتخابات بتاريخ العراق. وهذا الكلام أنا أتحمل مسؤوليته ويمكن إخواني ولا يسمعوني أسف على الهواء. فهذا اللي يصير بالمجتمع تتحمله الحكومة باعتبارها هي الأب والرائي الشرعي لهذا الشعب. تتحمله الحكومة ومؤسساتها ومؤسساتها المختصة بهذا الشيء المختصة بهذا الشيء. ليش باقي الدول حتى حقوق للحيوان موجودة بباقي الدول بينما احنا حقوق للإنسان ما عندنا؟ أخي انزل للشارع عن الكركوب، تعال انزل للشارع شوف شوف السلطة شلون تعاملنا، الشرطي وشرط المرور شلون يتعامل ويانا وكأنه احنا عدو له، مو احنا مواطنين. ولو مو احنا انت علينا من تصير دولة، علينا من تصير سلطة، علينا من تصير على الحائط لو على الشارع غير احنا شعب احنا مصدر السلطات. العملية اللي جاي تدار بالبلد كلها في خطأ في خطأ. نعم
وهذا اللي التعليل تعليقي وجوابي. نعم. واشكر قناتكم المحترمه قناه الشعب الكريم. شكرا شكرا جزيلا. شكرا لك اخ منير. ابو فيصل من الموصل حياك الله يا ابو فيصل. ابو فيصل انقطع الاتصال يا ابو فيصل، اتمنى يرجع لنا حتى نسمع رايه بالموضوع اللي طرحناه. الناشطين والحقوقيين واللي داعون في حقوق الطفل بالعراق يقولون انه هذا الفعل اللي سواه ابو محمد بابن محمد هو راح يعني يبني له عقد نفسيه وما راح تكون طريقه تربيه صحيحه. اني اريد اوجه السؤال بشكل اكبر. ما يحصل اليوم بالعراق، اليوم قضيه العنف الاسري واحده من القضايا اللي العراق داعاني من عندها. هاي القضية هل تعتقدون انه هي قضية صحيحة؟ الجيل اللي راح يربى على عنف أسري هل راح يربى بطريقة صحيحة؟ اذا ما حد يفكر انه اكو مخاطر بالمستقبل من جيل تربى في طريقة غير صحيحة، من الممكن ان يكون هذا الجيل هدام للبلد. كيان من بغداد حياك الله. مساك الله بالخير استاذ افل. مساك الله بالنور اخوي العزيز. شلونك حبيب قلبي؟ نحمد الله على كل شيء، تفضل اغاتي. استاذ افل احنا هاي حضرتك انت تفضل جيت هذا الفيديو قديم. احنا الاستاذ مصطفى الكاظمي ايش معنى هالتوقيت اللي يستقبل هذا الطفل هاي وحده، وايش معنى بهذا التوقيت استقبل ال طبعا ترى هو مو قديم يعني صار له 3 سنين و4 سنين ترى صار له يومين. يعني هسه احنا صار له يومين المفروض بيومها، لا احنا دوله متحضره وحقيقيه. صار له يومين الفيديو وصار له الفيديو طاش بمواقع التواصل الاجتماعي يومين، لكن اليوم اكو تحديث جديد عليه، التحديث انه مصطفى الكاظمي سوى لجنه وطالب بالقاء القبض على الاب، على اساس القوا القبض على الاب. لكن أنا مو قضيتي بس الطفل، أنا القضية كلها العنف الأسري بالعراق ليش؟ شنو أسبابها؟ شنو نتائجها أخويا كيان؟ أستاذ أفل برنامجك اسمه صوتكم، تعطيني مجال أعبر عن صوتي. تفضل أخويا. يعني سمعنا بهالتوقيت مصطفى الكاظمي استقبل الطفل واستقبل هذا الولد المعتقل المظلوم من أهالي الحلة أعتقد، يعني هاي دعاية انتخابية حتى الطفل يعرفها. دعاية انتخابية ولا أكثر ولا أقل يطمع بولاية ثانية، هاي وحدة. زين مصطفى الكاظمي ايش عجب ما شاف الصحة، وزارة الصحة حاسب له وزير، حاسب التعليم العالي، حاسب وزير الزراعة، حاسب وزير الصناعة، ايش عجب ما قصى البيران على جزة والفرات راح ينقرضن بعد 20 سنة حسب تقارير دولية، ايش عجب ما شاف الفقراء، ايش عجب وما شاف اليتامى، ايش عجب ما شاف الارامل، ما استقبل الارامل، ايش عجب ما استقبل المطلقات. يعني استاذ مصطفى الكاظمي انت بس هاي دعايه انتخابيه، هواي اسئله، هواي اسئله تدور. حبيبي العراق قاعد انت سال السؤال قبل تقريبا 5 دقائق، ليش العراق يرجع لي ورا؟ انا اقول لك وبوجود هاي الحكومه الفاشله الما لها لا بدايه ولا نهايه وما تعرف ساسها من راسها، العراق مو بس يرجع لورا، العراق ينزل تحت الارض، وتحت الارض بعيد 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 ينزل. هاي العراق تريد يتقدم، تريد يصير به بناء، تريد يصير به اعمار، تريد يصير به تعليم. احنا علمنا القراءه والكتابه عندنا 30 40% اميه، هاي احصائيه انا حسب ما قريت التقارير 30 40% اميه. نعم. واحنا اول بلد علم الناس القراءه والكتابه، فهاي علامات نزاح هاي الحكومه، وتصير وقفه حقيقيه من الشعب العراقي، وتصير وقفه حقيقيه من الشرفاء بالعراق، فقط الشرفاء، انادي فقط الشرفاء العراقيين اللي النقطه مال غيره بعثت بقصتهم وبعثهم عراقيين حقيقيين. نعم. اما العراق الفاسد كان من يكون الفاسد ما لي كلام وياه، لان اللي ينكر اللي ياكل خبز ومي من هذا الوطن وينكر يدفل بماعونه هذا ما اعتبره عراقي. نعم. الاعمال نوقف وقفه حقيقيه
وبوجه هذولي ونطلعهم ويطلعوا المنطقه الخضراء يا اخي كذا خمس دقائق الله وكيلك، خمس دقائق ذول ما تلقاهم بس يشوفون الناس جايه الله وكيلك عوائلهم برا، اموالهم برا، عقاراتهم برا، هذول فيهم ينهزمون يا استاذ العزيز، فيهم ينهزمون، ترى الجاي اسود، الجاي اسود، وخلها ببالك مهيئين رئيس وزراء ومهيئين رئيس مجلس نواب ومهيئين رئيس جمهوريه، انطبخت الشغله قبل مو هسه، قبل سنه انطبخت. نعم قبل سنه. هاي ابا علي، هاي مسرحيه، انتخابات ما انتخابات، جبنا 80 واحد من الامم المتحده مراقبين، هاي مسرحيه استاذي، مسرحيه تنعاد علينا كل سنه، كل سنه قاعد تنعاد علينا، فاحنا شوف نطالب واطالب بقوه، وهاي بصوتي اطالب اطالب رؤساء العشائر الشرفاء فقط اللي عندهم غيره، اللي عندهم وطنيه من جنوب الى شمال العراق يوقفون وقفه، والعراق محتاجكم، العراق مو بس محتاجكم، لا العراق يناديكم ويقول لكم يا اولادي نوقف وقفت هاي الناس الفاسدين ونخلص من عندهم، لا نبقى هيك، انا معليه انا شعليه، شيلوا هذا الشعار معليه شعليه، شلون؟ شو معليه شعليه؟ ترى ما عنده وطن، ما عنده شرف، ما عنده ناموس، ما عنده غيره، ما عنده انسانيه، ما عنده دين، ما عنده كرامه، ما عنده كل شيء، مجرد من كل شيء ما عنده وطن. وأنا أشكرك وأشكرك. شكرا 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 لك أخ كيان، أتمنى تبقى بتابع قناة الرافدين، لأن هسه أنت سأل السؤال لازم مثلا بث المقطع هذا اللي أريدكم أنتوا تشوفوه، تقول ليش ما مصطفى الكاظمي بهالوقت هذا يستقبل هذا الطفل ويستقبل السجين اللي في محافظة بابل، لكن ما يحاسب إيران، شلون يحاسب إيران ومنفذ الشلامجة يصير بي اللي راح يصير هسه، تابعوا يعني. حياكم الله من جديد. ما نريد نحكي على السيادة لأنه العراق ما بي سيادة أصلا، ولا نريد نقول العراق يتمتع بسيادة لأنه هاي الكلمة مضحكة، لأنه أكو بلد يتمتع بسيادة ماكو مواطنين يدخلون البلد من منفذ بهالطريقة هاي اللي شفناها، يدفعون ويكسرون الباب ويطبون والحكومة ساكتة. لكن اليوم احنا موضوعنا هو العنف الأسري، العنف الأسري اليوم بالعراق صار بكثرة وده نشوفه كل شوية. اكو حالات اليوم بالعراق ما كان العراقيين يعرفوها، اكو قضايا اليوم تصير داخل الشعب العراقي الشعب العراقي ما يعرفها اصلا، ابي يعذب ابن، مريه تقتل جهالها، ورجال يشمر بنته عمرها 8 سنوات من بنايه وتموت ورا ما يعذبها، طفل ينضرب كيبلات وصوندات لحد ما الاثر الضرب موجود على جسمه، زوج يضرب زوجته، زوجة تضرب زوجها، زوجة تقتل زوجها، ها كلها احنا ما كنا نعرفها بس عرفناها ورا 2003. ليش؟ شنو السبب؟ ابو شيماء من بغداد حياك الله. الله يساعدك استاذ عفر ويساعدك اخويا استاذ، خليه يعطي المجال ذاك اليوم اللي انت انهزمت ومن عندي فاعطيني المجال تقول انا صح هذا مهني، وخليني نتحدث براحتي. ومنو فد يوم يعني واحد سكتك؟ لا وذاك اليوم تقول راح ابو شيبا ويا انت سديت الاتصال وياي. اليوم قضيتنا العنف الاسري، تفضل استاذ العزيز. هذه اللقطه طلعتها هسه، دول الزوار جايين للامام الحسين
دول زوار الإيرانيين. فدول زوار يعني هو الحسين مو ملك أحد. أبو شيء ما أبو شيء ما من حقه تفضل. أبو شيء ما حبيبي أكو مثل يقول لك يعني أقعد عوج واحكي عدل صح؟ هم زوار الإمام الحسين ما حد يعترض، لكن طريقة دخولهم للبلد طريقة همجية، طريقة بيها إسفاف، طريقة بيها إهانة للعراق، طريقة بيها إهانة لسيادة بلد، طريقة بيها أنه هم دايسين على العراق برجولهم. أنت من تقول لي زوار، نعم زوار أنا ما دا أعترض، لكن أكو حدود وأكو ضباط يدخلوهم واحد واحد، مو يكسر باب ويطبون ويدافعون بهالصورة هذه. أستاذ العزيز صبرهم يفرق، خطية ناس ما عندهم إمكانية، بلد محاصر 7 ملايين كيلو ما نتكلف إذا جيب الطيارة. من هو لحظة شنو ما عندهم إمكانية؟ شلون؟ هم الناس خطية ذول العرب الأهوازيين، العرب من الأهواز والعرب هم مو عرب خطية. والله بالفيديو إذا تعيده أبو شيماء ما سمعنا واحد يحكي عربي، كانوا يحكون بس إيراني. فرضا هو زائر عربي ولا فارسي، هم أنت جاي للحسين للإمام الحسين، يعني تمنحهم بالطريقة الوحيدية. يعني أقول لك أبو شيماء سؤال، لو كان الحسين مدفون بإيران والعراقيين يردون يزورون، تتوقع الإيرانيين راح يسمحوا للعراقيين يدخلون بهاي الصورة؟ أسود أروح الإمام الرضا نزور يا أستاذ العزيز، إحنا ليش نصير طائفين؟ يدخلون العراقيين بهاي الصورة؟ جاوبني أخوي. والله عمي يدخلون، ليش ما يدخلون؟ هو مو الملك أحد ترى الإمام. مدى تجاوبني، ليش أقول لك أنت تنهزم من الجواب؟ يدخلون العراقيين بهاي الصورة؟ يدخلون منو؟ من إحنا كم عربنا؟ شو ما ديش ما يدخلون؟ يعني يكسرون باب الحدود، لحظة يكسرون الباب مع الحدود ويدافعون ويطبون بدون فيزا وبدون تأشيرة وبدون كل شيء عادي. أستاذ إحنا بالنسبة للإمامية الشيعة إذا خاف ما تعرف، إحنا ناس عقائديين، إحنا الأئمة هسا أئمتنا أعطينا شهداء من الحسين، من النظام السابق المقبور لحد الآن ملايين الشهداء من أجل الحسين، ترى لا دولة توقف ويا طيب. أبو شيماء الفيديو اللي شفناه، الفيديو اللي شفناه أنت حولت الحلقة كلها على هذا الفيديو، قضيتي العنف الأسري. العنف الأسري أستاذ العزيز، العنف الأسري هذا العنف إحنا موجودين، هي أكو ناس المثقف ترى لا تصدق الحالة، هاي عوائل تعبانة، العوائل التعبانة هاي هي أساسها هيتي، يعني لا تصدق أنت عائلة مثقفة وعائلة تحافظ على كيان ولدها وهذا ترى الناس همج الله يصدق والله. بس العراق كان تعبان أكثر بزمن الحصار، ما شفنا واحد شمر ابنه من طابق ثامن وبنهار، ما شفنا واحد زنجل ابنه بزنجيل ودمار. استاذ الحديث هسه احلام وتواصل اجتماعي وكل انترنتات اللي تسوي لك بتمارسك بالعالم 100,000 واحد يعرضه ويطيك اياه، ابد وين اكو احلام؟ الناس كلها قاعده مكبوده كل شيء ماكو هسه الممدوحه الفضائيات الانترنتات كل شيء اكو، يعني اذا واحد ويا عائلته ياكل ينشرها، والله اليوم سويت لي اكله، اليوم سويت لي كذا، فهي وضعيتنا يعني لا استاذ ربي الله يخليك. بس أنا دا أسألك سؤال ثاني، دا أنت تقول لي هذا وضع تعبان وذول عوائل تعبانة، دا أقول لك وضع العراق كان تعبان أكثر بالحصار، ما شفنا هاي الأفعال، ليش دا نشوفها في زمن الديمقراطية؟ استاذ هاي كلها من وراء الانترنتات والستلايتات وهاي ناس كلها تلفزيون قناة واحدة وتباوع عليها، ما كان مواقع اتصال زين زين أجو وياك أجو وياك، أنت تقول بسبب الانترنت وبسبب التليفون، ما تتوقع السبب انه ماكو حكومة تحاسب؟ اي طبعا 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 ماكو، انا وياك راني ما تتوقع انه ماكو قانون بالبلد يحاسب ويدافع عن الطفل؟ بالضبط انا وياك راني، ما احنا ما مختلفين بهذا الراي، انا وياك راني جملة وتفصيلا، صحيح انا وياك يقولوا اكو متابعة وياك راني واكو معاقبة قوية ما يوصل تغلى الانسان لهالدرجة، هاي وياك راني صحيح أنا بهاي ما مختلف وياك، بس شو نسوي يعني هذا وضعيتنا ويعني شو نسوي؟ هاي وضعيتنا وش نسوي؟ أبو شيماء إذا هاي وضعيتنا وأنت تقول إنه ماكو قانون وماكو حكومة وماكو واحد يتابع، زين ليش باقي هاي الحكومة تحكم؟ يا بس شو نسوي؟ لأن هو حساب الحديد هي واقع حال، يعني شو نسوي؟ يعني إحنا وضعيتنا إحنا لا تقول نظام برلمان، لا نقدر نسوي انقلاب. نظام برلماني كل واحد جاي بجماعته، انا صدق لا انا رجل ترى مو لا انتبه لحد ولا الله صدق ومواطن عادي كذا، انا
بس اقول لك هي صارت هاي، هو العراق صار محافظه يسموها، هو وضعيتنا شو تسوي بعد؟ هو واقع حال يا صار هسه تلقى صار لك 18 سنه مدري نفس الوضعيه، ذاك اطلاق على قولتك اهلنا وذاك الحماس نفس الوضعيه، شو تسوي لحد؟ تمام تمام، شكرا شكرا لك ابو شيماء. أبو شيماء يقول هذا واقع حال المحاصصة الطائفية وغيرها، طبعا لأنه العراق صار عبارة عن محافظة إيرانية ويدوسوها برجليهم وكيفهم. علي من ذقار حياك الله. أبو شيماء يقول هذا واقع حال وغيرها. علي من ذقار تسمعني؟ ألو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أولا بس حاور بهدوء وبراحة بال و يعني مثل ما أيه. احنا اليوم اذا تقول العراق قول لا محاضره هذا شيء من سبع المستحيلات، هاي نقطه راس سطر. ثانيا الناس هؤلاء زوار تتكلم عليهم، ناس جايين يدون الزياره، وهي يعني مثل ما تقول اتفاقيه صارت بين العراق وايران بهذه يأتون يدون زياره الامام الحسين عليه السلام ويذهبون، هذا شيء شيء من كثير من اكو هواي اتفاقيات كما اتفاقيات او الخليج وغيرها صارت يعني مثل ما تقول عدم تقدر تسوي الفيزا والجواز وال اخ علي اخ علي يعني انت مقتنع انه هذا اللي بده يصير بالمنفذ صحيح؟ احنا لازم نعمل هذه القناه أخ علي. تركز اليوم على هذا الموضوع الكيان الصهيوني الغاشم أخ علي. أنت مقتنع أنه هذا الكلام اللي دا يصير بالمنفذ صحيح؟ شون؟ اللي صار بالمنفذ وعبور الإيرانيين بهذه الصورة صحيح؟ يعني أعداد هائلة، أعداد هائلة. بس بلا زحمة عليك، بس أريد أعرف رأيك أنت، هذا الشيء صحيح لو خطأ؟ طبعا هي هو خطأ، أنا أقول لك خطأ. إذا هو خطأ ليش ندافع عن الخطأ؟ العراق عايش بمصيبة. ابن عمي بس اسمعني اسمعني خل 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 بس اسمع بس ألف رحمة لوالدك بس تعطيني شوية. مو 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 جاي نشخصن الامور كون انا المنطقه الجنوبيه جاي ادافع عن لا 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 مو انت مو انت المشكله يا ود بدي اشوف هاي الفيديوهات ده يحسسني انه كانما ايرانيه احنا اليوم احنا اليوم جاي مربي جاي مربي العراق يعني اكبر من هاي السوالف يعني داخل المدينه بشمال العراق يصير مؤتمر تطبيع مع الكيان الصهيوني اخ علي تسمعني لو راح تصر على رايك أخ علي راح الأخ علي شكرا لك أخ علي بس أنه إحنا نقعد ندافع على هاي الشغلة وأنت بلسانك قلت لي خطأ العراق عايش بكورونا وزارة الصحة العراقية تعبانة علاج بالعراق ماكو مستشفيات زينة بالعراق ماكو يعني إذا 1 بالمليون من اللي طبوا بهم كورونا نص الشعب العراقي انصاب غير هيك اكو سياقات للدخول ما بين البلدان واتحدى اتحدى اصغر واحد واكبر واحد بالعراق يقول لي انه ايران تسمح الى مواطن عراقي يفوت بدون ما يندق جوازه ابو باسم من بغداد حياك الله السلام عليكم عليكم السلام والرحمه والاكرام طبعا هذا الحكي الحكي كل دولة يعني ما ادري شلون حكي المفروض احنا هسه ندافع عن انفسنا نحكي عن انفسنا وترى اكثر المشاكل هسه من تصير المشاكل اكثرها من الجوعان انا واحد من الناس صارت لي مشكله وصارت بالمحاكم وما حد دار يبالي يجي عند فلوس يمشون شغلته واللي عنده عرف تمشي والما عنده ما حد يدير له بال نهائيا نعم عيني نعم وانا عندي مشكله بالكويت وعائليه يعني حتى ما اهتموا لي ولا انا مشيت ادفع النفقه وما يا بتهموا مني الحكي مالي اتهموا منهم وما بتهموا مني كل شيء وخلوهم علق الشغله ولا اقدر اروح واجي للكوتان ببغداد وظلت معلق هناك والقضاء سهل احكي وياه وخر وخر محامي لعبت بينا طوبه ماخذينها من هناك نعم
اي هو اريد من حد من يبكم يعني شلون اقدر يعني انت قلت يعني على مود الشغله دول ما عندهم كل شيء علينا نعم لا قضاءات لا محامي لا كلها كلها ودنا نعم 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 شكرا شكرا لك ابو باسم اتمنى ان شاء الله تلقي حل الى مشكلتك ويسمعوك المسؤولين في منطقتك حول هاي المشكله ويجيبوك ابو عباس من بغداد حياك الله ابو عباس من البصره حياك الله يا ابو عباس ابو عباس انقطع الاتصال يا ابو عباس من البصره اتمنى يرجع لنا حتى نقدر نتكلم عن او نسمع رايك حول هذا الموضوع شخص من المتصلين سال عن الاميه يقول اليوم عفوا منير من كركوك حكي عن الاميه الاميه اليوم بالعراق اكثر من 45% يعني تقريبا نص الشعب العراقي لكن المشكله انه العراق احتفل في سبعينيات القرن الماضي قبل ما يقرب 50 سنة أنه قضى على الأمية بالعراق بس وراء 50 سنة رجعت لنا الأمية ورجعت لنا عمالة الأطفال وصار الفقر تقريبا 30% من الشعب العراقي تحت خط الفقر والفساد والرشاوي والميليشيات والأتاوات والشقاوات كلها رجعت ما شاء الله واليوم عندنا آباء يزنجلون ولدهم وآباء يشمرون بناتهم وأمهات يشمرون جهالهم فموضوعنا اليوم أنه إحنا مو بس طفل هذا طفل حالة أنا سؤالي وتساؤلي ليش العراق بعهد الديمقراطية في القرن 21 ده نشوف في عنف أسري عفوا متزايد وبطريقة بشعة ووحشية أبو أحمد من بغداد حياك الله الو شحياتي كذا من حي وحييك وحي كادر القناه حياك الله اخوي العزيز يعني مخرج جماعه الاتصالات حبيبي احنا السبب اللي جاي يصير كله لانه جاي يحكمونا ناس مو اهل للقياده هذا المهم يعني ناس ما يعرف شكو ماكو شوف يعني ضابط اداري بالحدود نعم وكنا بالجبال يطلنا شرايع أبغال نصعد عليها الأرجال شق بالله العظيم لو حظيرة ما الأبغال هذولا ما أسلمهم مو أسلمهم دولة بكاملة من في العراق يعني لعبوا بالعراق طوبة عزيزي أنا طلعت من التدقيق العسكري يعني من الصواب ثلاث مرات واعتبروني غير مسلح انقلت على التدقيق العسكري وإلي إلمام بكل قوانين العسكرية خاصة يعني شو بال85 بال84 أنا من طلعت راتبي 210 بنتي مديرة مدرسة تاخذ 50 أخوي طلع تقاعد جندي مكلف هم الصواب ياخذ 50 يعني يصير هسه أنا وأخوي اللي ياخذ 50 ياخذ بقدي يعني لا حسبة والرتبة ولا حسبوا المنصب ولا حسبوا الخدمة ولا حسبوا العجز يعني جونا ناس جاي يلعبون بالقوانين بكيفهم العبادي يلعب بالقانون مال التقاعد صوبة اجى هذا شسمه الجبوري حيدر الجبوري لعب بالقانون هو شم علمة بالقانون يا عزيزي جمرونا يعني أنا أخذ لي 490 وقت بال84 طلع راتبي 210 يعني مقابل 900 دولار وهسه هاني اخر حالي حال الجندي المكلف لا نسبه ولا عجز ولا خدمه ولا منصب ولا كل شيء هذا مسحور يا اخي ذولا ناس مو اهل للقياده ولذلك شوف هذا قتل عندنا وذاك كذا وذاك لانه دمروا العالم خلوا العالم تمشي بدون وعي يعني أنا هسه لو ما أبنائي واقفين ويا صدق 490 ما يكفن علاج لي لأنه العلاج كلش غالي يعني بوقت صدام
ونعلى سلة على صدام خاف يقولون أنا من جماعة صدام. يا أخي نزل الرواتب كل إلى 6000، لكن العسكريين المتقاعدين خلى راتبهم 24000. بذات الوقت العسكري والمتقاعد العسكري راتبه أعلى راتب، هسه خلانا احنا نباوع للجماعة اثنين. يا أخي ما يصير، هذا جيش صدام وهذا جيش المالكي، ليش احنا طلعنا بوقت صدام ناخذ شكل وهسه اللي طلعوا بهذا الوقت ياخذون بقد راتبنا مرتين؟ يا أخي احنا ما عندنا ناس عندهم ضمير وعندهم شرف وعندهم قانون يحكموننا. ولذلك هذا معين جسمه الكاظمي ثق بالله العظيم هذا ما يستحق أسلمه حظيرة مال أبغال. هذا شلون أخليه مسؤول رئيس وزراء؟ هذا راح يدمر العراق. تحياتي لك وجميع الكادر وكل عراق الشريف. شكرا 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 جزيلا لك أبو أحمد. بالنسبة إلى رسالة واتساب وصلتني رسالة تقول أبو شيماء ما يعرف شي يسوي، بس يقول لنا قعدوا سكتوا كل شيء غلط بالعراق وسكتوا، يعني لا تتظاهرون ولا تنتفضون ولا تغيرون حكومة وإيران الطب وتطلع بكيفها. أبو شيماء أحب أقول لك إحنا مو مخابيل ولا معاقين حتى نسمع هذا الكلام. أخوك حسام، قضية العنف الأسري، أحد المختصين بالطب النفسي يقول أنه سبب العنف اللي يتلقاه الأطفال من ذويهم أو المجتمع بشكل أو بآخر ناجم عن جملة من الأسباب، أبرزها انعكاسات الوضع الأمني، العنف بالشارع وعسكرته، تردي الوضع المعيشي وتأثير كل ذلك على المجتمع والفرد. إذا نريد نحسبهن ذني ثلاثتهن ونحطهن بخلاط ونخلطهن، اللي المفروض يأمن ال 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 انعكاسات الوضع الأمنية ويأمن الأمن بالعراق، واللي يقلل العنف بالشارع، واللي أدي إلى تقليل العسكرية وعسكرة الشارع، واللي تحسين الوضع المعيشي، فهو سبب بما يقوله الحكومة، لأن المسؤول عن ذني الأشياء وباقي الأشياء اللي قال عنها المختص في طب النفس هي مسؤولة عنها الحكومة. فإحنا إذا نريد نقول أن الحكومة هي ده السبب الضغوطات للناس حتى يتصرفون ويا أبنائهم هذا التصرف، هذا جانب. لكن الجانب الآخر، سؤال أحب أوجهه إلى كل أب وأم عنده جزء أو نزعة من العنف مع أولاده ومع أطفاله، وين حنية الأب وين حنية الأم في قلوبكم على أبنائكم؟ نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم باكر. في أمان الله.